بعد مفاوضات ابتدت لأشهر تستعد الحكومة التونسية والاتحاد العام العام للشغل لتوقيع اتفاق غدا لزيادة أجور القطاع العام. وفق الوكالة الرسمية فإن الطرفين اتفقا على رفع الأجور بنسبة 3.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية. وليس واضحا إن كان هذا الاتفاق سيشمل أيضا خفض الإنفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة من الدولة والمثقلة بالديون مثل ما يطالب صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم الدعم. وكان اتحاد الشغل يرفض سابقا خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر المحاصصة أو الخصخصة.